إن الأب الصالح هو الذي ينشئ أبناءه تنشئة صالحة فيفتخر به. ولهذا أردت أن أقول: الدنيا ظلمة بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف، بجري في شريان خوف. انفتح باب للأسى النجمة تبقى بدون دليل وسط المتاهات والمساء للشمس تشرق للصباح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح النسمة شاردة من الغصون منسية في حضن الجراح حسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز الحسرة لو صارت ملاس البيت يكون ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز ساس القزاز. بس لأنه شفقتين عليك اتأخرتي تأخير أصلا ما عادي في عيد الميلاد يا ليلى. يا عفاف يا عفاف أنا طلعت من هناك الساعة 9 وبعدين أنا ما كنت قايلة نفسي بتأخر لحد الوقت ده. أها جيتي كيف؟ جيتي براك؟ لا أروصلك منه؟ جابني أخو ندى. أخو ندى؟ أي أخو ندى ده منه؟ أخو ندى مهندس اسمه رضوان. وجيتي براك؟ وصلت معاه براك يا ليلى؟ لا لا يا عفاف معانا ندى، ندى كانت معانا في العربية. اها ندى عفاف المجلة اللي كانت عندك هسه وينها؟ هي هذه في يدك. ايوه صح. طيب عن اذنك البنت دي مالها؟ شكلها ما طبيعي يا ربي في شنو؟ بكرة جواب طول اليوم هلل السافر الخرطوم
حليل السافر الخرطوم مجرى جواب طول اليوم حليل السافر الخرطوم. والله بالغت يا ريل، والله بالغت. ترجع لي الخمسة ألف يا أخي، أنت قاري له محتاج لهم ولا محتاج لهم؟ يعني قاعد نلو شلتيهم. ربي تكون قال أنا محتاج لهم، بس تكون قال أنا محتاج لهم عشان كده أبد تشيلهم، أبد تشيلهم أبد. هي ما عارفة أنا كرشليك ساي كرشليك ساكت وليا قدارية بتجيب لي الخمسة. أي بكرة جواب طول اليوم حليلو السافر الخرطوم حليلو السافر الخرطوم حليلو السافر الخرطوم. بكرة؟ طيب إن شاء الله. لكن طبعا ندى حتجي معانا. الحقيقة كويس إن رضوان ذاته قاعد معاي. أي جدا جدا. خلاص تمام خلاص، إذا مواعيدنا بكرة إن شاء الله. طيب يا جيف، السلام عليكم. واتحدث. كيف يا أبوي؟ عارف كم تكلم معي هسه دمنو؟ نعم. عمك شريف. شريف؟ عازم ده غدا بكرة. أنت ومنو؟ أنا وأنت وندى. لا لا أنا شخصيا ما بقدر. كيف ما بتقدر يا أخي؟ بعد الراجل عازمنا يا أخي نقول له شنو؟ وبالمناسبة شيرين هي اللي عاملة الأكل بنفسها. والله بصراحة يا ابوي انا عارف انه انت وعم شريف متفقين انه انا اتزوج شيرين، لكن انا ما عندي فيها رغبة خالص. ليه؟ يعني لا عندك زور في راسك؟ ما بالضبط، لكن شيرين دي ما تنفع معي. ممكن توريني سبب؟ ما في سبب محدد. ما عندك سبب؟ والبيت بيت كويسة وممتازة ومتعلمة يعني. يا رضوان يا ابني ما في حاجة تحميك يعني تمنع. أنا عاوز أختار المواصفات بتاعتي أنا. أنت عارف يا رضوان إنه كل أملاكي وأملاك شريف حتكون من نصيبك أنت، لأنه شريف ما عنده غير شيء. بس أنا اللي بيهمني يا أبوي إني أصنع سبيبة رأيي، إني أبدأ من الصفر. عشان بعدين لما يكون عندك قروش وأملاك تكون بقيت أعجز مني أنا هسا. حقك تعرفيني من الموضوع ده يا أبوي. لأنه الزواج ده الحاجة الوحيدة اللي ما بيخدم عليها الانسان الا وهو مقتنع تماما. خلاص الموضوع ده يتناقش فيه بعدين، المهم هسه تكون جاهز عشان نمشي نتغدى. لا انا شخصيا ما حقدر، انه عندي مشروع شغال فيه في الفيلد برا يعني لغايه المغرب كده ما اظن اخلص. يعني انا اضطر اضرب لشريف اعتذر لك؟ يكون جميل. لكن حاجي انا وشيرين وشريف المغرب في البيت، حتحضر معانا شاي المغرب؟ حاضر حاضر. يا عزة مبالغة طبعا يا أخي، أنا بعد اللي قلته لك ده كله شلت حكاية احتفالات عيد الميلاد دي من راسي خلاص. ده ما بيشبهونا يا ليلى يا أخي، الكلام نصه إنجليزي ونصه فرنساوي، حتى بقول إحنا ما في البلد دي. ما قلت لك ما بيشبهونا. أنت يا عزة حصل قبل كده احتفلت بميلادك؟ احنا ما عندنا حاجه زي دي، حق الواحد يحتفل لما يقدم له عمل خير ويحاسب نفسه، لكن عيد ميلاد لا. انت عارفه انا قاعده احتفل 200 200 في عيد الاستغلال. موضوع شنو بتتكلمي عنه دي؟ خليتيني يا اخي انا قاعده لحد اخر الحفله براي، لما نجي في النهايه اخو ندى
شي بديهي جدا، بما انك انت مشيت الحفله تقعدي تتونسي تقعدي براك، انت حره. ما عشان انا مشيت معك خلاص هقعد معك الحفله كلها. وبعدين برضو ابيتي تمشي معاي. كان عندي موضوع مهم جدا مع شيفر. والله ما تخيل شي ناس، ما تخيل انا زعلت قبل شنو. اذا كان ده مزعلك يبقى ما عندك اي موضوع. شهناز ماشي وين؟ ماشي شربلك وبتشين. قبل ما عمي فيصل يجي يبكنوا من الصباح تنسى والبكوا عشان الصباح. شهناز انا عايزاك توقفي بيت. بيت شنو؟ الصالون. واخيرا يا ليلى. ايوه ما عندك اي مشكله جيبي ورقه وقلم واوصف لك البيت. طيب الوصف يا ستي خلي بالك معي. اول حاجه انا عايز اعرف السبب شنو؟ قصرنا معاك في حاجه؟ ابدا والله يا خالي. اتلومنا معاك في حاجه؟ ابدا يا خالي، لكن بس الحقيقه انه اسمعيني، هل حصل انا ولا عفاف ولا نورة اتلومنا معاك في اي موضوع؟ لا ما حصل والله، بس يا خالي الحقيقة انه البيت اللي حنسكن فيه ده قريب جدا من الجامعة. يعني شو؟ يعني يا خالي سكنتي في الداخلية دي ممكن توفر لي حق المواصلات. والايجار؟ الايجار ده زميلتي معاي دي دفعت ايجار سنة. ايجار سنة؟ ايوه يا خالي، اصلا هي طلبت كده، دي أمها وأبوها مغتربين برا. قلت شنو يا خالي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت ما عايز تصدقني ليه؟ لأنه ده كلام فارغ. سبق إنك فتحت لي الموضوع ده وأنا اديتك رأيي فيه. صدقني يا رضوان، بنات الجامعة كلهم عارفين إنه ليلى بتحب الدكتور. في واحدة بس، واحدة تجزم انه الدكتور بيحبها؟ ما في. هو معقول الدكتور يظهر حاجه زي دي؟ دي الحاجه الوحيده اللي ما ممكن تتدسى. العيون بتفضح حتى لو اللسان ما تكلم. حتى بالنسبه لزول كبير زي دكتور فيصل؟ لا بقى، دي الحاجه الوحيده اللي ما محكومه بالسن، ولا عندها قانون، ولا بتنظم لوائح. دي عاطفه، عاطفة جياشة تنطلق زي البركان بالوعنف. رضوان بقيت شاعر ولا شنو؟ احتمال. عموما تفكر ليلى ده من راسك، لأنه في حاجة تانية برضو. ما من طبقتنا وما من مستوانا، مش كده؟ بالضبط. ده كلام فارق، وانا بحذرك يا ندى انك ما تغلطي الغلطه دي تاني. كلنا بشر، الناس كلها واحد. الليله عندك قرش بكره تصبحي فقيره، الليله انت فقرانه ما عندك مليم وبكره تبقي مليونيره. والفقير والمليونير كلهم بني ادمين. بحذرك يا ندى انك تاني غلطه زي دي ما تغلطي. امشي لسكينة دي خليها تعمل لي قهوة. أبوي أي أعمل لك كوباية شاي تاني؟ لا كفاية، أقعدي أنا عايزك. في شنو؟ إن شاء الله خير.
بيد عمتك. ماله؟ اتكلمت معي قالت ده ترحل من البيت. ترحل؟ ترحل وين؟ قالت هتمشي داخلية قريبة من الجامعة لأنه هناك أريح لها. ليلى؟ أيوة. والله نحن يعني قصرنا معاه في شنو؟ سوينا لا أكثر من الواجب يا أبوي والله. هاتوا الموضوع ده أنا ما راكب ليك راسي. وأنت قلت لها شنو يا أبوي؟ ما اديتها أي رأي. أقول لها شنو؟ معقول أنا أوافق لها على حاجة زي دي؟ أي ما ممكن. أمها تقول عننا شنو؟ أو بالأصح نحن نقول لأمها شنو؟ أقول لك حاجة يا أبوي؟ المسألة دي أصلاً ما حتتم، وليلى ما بترحل من البيت ده. طيب، الموضوع ده أيوه عليك أنت. قبل ما أنا أقول لك كلام. أقول لك حاجة يا أبوي؟ الموضوع ده خلي عليه. أنا بحله. ليلى؟ ده كلام شنو سمعته من أبوي ده؟ والله يا عفاف أنت بالذات أنا خجلانة منك. لا لا يا ليلى، أزل اللي بخجل ما بيع من الحاجات اللي بتخجل. لكن اسمعي، ما هو أنت لسه ما رحلتي، يعني ممكن تتنازل عن قرارك ده؟ ما افتكر يا عفاف. يعني ده خلاص اخر قرار عندك؟ يعني هترجع تخلينا اقعد في الاوضه دي تاني براي؟ ظروف يا عفاف. ظروف شنو؟ ظروف شنو يا ليلى؟ اسمعي اقول لك، يعني لو منزعجه من مساله المواصلات دي وكده ومشي الكداري من هنا للجامعه وتاني تجي راجعه، انا بحل لك المشكله دي. لا لا يا عفاف، اصله شنو؟ اسمعي، في موظفين جيراننا هنا عندهم حافله، يعني حتركبي معاهم، انا حكلمهم تركبي معاهم كل يوم، واخر الشهر حاسبون. لا 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 يا عفاف، اصل الصالون اللي ساكنين فيه ده قريب جدا من الجامعه. اسمعي اقول لك يا ليلى، انا اصلا مقتنعه بكلامك ده. يا عفاف انا ما حاجي حاجي ازوركم كل يومين ثلاثه. تزورينا يعني حتبقى زيارات مش كده؟ زيارات يا ليلى؟ بعد ما كنت قاعدة معاي هتمشي تجيبيني زيارات؟ يعني حصحى كل صباح والقصر ديك فاضي؟ كنت مالي علي الأوضة، بصحى الصباح على صوتك وبنوم على صوتي، خلاص هتمشي تخليني؟ ده يا ليلى ليه؟ حتسيبيني تاني ارجع للعذاب؟ ليه؟ بعد ما قلت خلاص بقينا اخوات وبضم اوضة واحدة، اخوات حقيقة يا ليلى، ليلى الوحيدة وعفاف الوحيدة، ليه حتمشي تخليني براي تاني؟ يعني أجرت الصالون يا خالة؟ هاي أجرته، والبنت اللي أجرته دفعت لي سنة كاملة مقدمة. سنة كاملة؟ أي والله. لا دي الظاهر على مروقة خالص، مرتاحة جدا وبتقرا في الجامعة. هي بمناسبة اسمها شاهناز. شاهناز عاشت الأسامي، وطبعا هسه هي في الجامعة مش كده؟ لا والله شايفاها دخلت قبل شوية. طيب يا خالة ما تناديها نسلم عليها وكده. والمناسبة شنو؟ لا 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 ما في حاجة، بس أنا قصدي يعني إني أتعرف عليها وأوصف لها المحل اللي احتاجت لي ملابس كريمات عطور، وأنت عارفة يا خالة وكذا. والله يا ولدي دي أبوها وأمها في أبو ظبي، يعني بضاعتك دي ما محتاجين ليها، وبعدين حتى مرات كده ملابسها دي ذاتها بتشتريها من أوروبا. طيب ماله؟ عز الطلب يا خالة، بدل ما تيجي تشتري مننا نديها ووصايد تجيب لنا حاجات من هناك وندفع عليها حقها على دار المليم. عمل خير يا خالة. نصر الدين، اي اشرب شاي كده. قلت كده
انت موسى موسى انت بدل ما تمشي الخرطوم ما تجيب لي مكانتك ده اصلح عليك. انا عايز ما اخوك ما كلمتك قلت لك المشكله حقتها دي في الطاره في الطاره يا اخي. انت برضه جيبها. لا 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 الخرطوم احسن. يعني وصل على الخرطوم؟ ايوه اسمع ثاني انا عندي شغلانات هناك دار اقضيها. اها هذا مش بتاني يعني باكر ان شاء الله من الصباح. خلاص اسمع انا بعدين بجيك المسا هناك ها عشان عندي كده جواب مهم لزول هناك داك توصل لي الخرطوم. لكن اسمع ما اخوك اهم شيء تكتبوا له الوصف واضح البلد ديك صعبة خلاص. بتروح مش؟ ما ترى البلد بتروح هاي. شفت يا زول انا بوصف لك الوصف واضح تمشي هناك دز تنزل طوالي. ايوه عندك اي مشكلة بس الجواب ده هام شديد يا اخي لازم توصل عشان مربوط بمستقبلي. خلاص اعتبره وصل. يعني ما نكتبه؟ سبع ولا ضبع؟ موضوع خالي؟ ايوه خالي قل لك شنو؟ والله يا شاهيناز واضح من شكله وطريقة كلامه انه ما موافق. ليه؟ ما عارفة لكن انا عندي احساس انه رسل لي عفاف عشان تتكلم معاي. عفاف منه؟ بيخالي جات تتكلمت معي كتير في الموضوع ده لكن مرسلة خالي. ايوه انا متأكدة من الموضوع ده. انا عندي لك اقتراح. شنو؟ انا امشي اقابل خالك. شاهيناز انت جنيتي؟ لا 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 تمشي تقابلي وتقول لي شنو؟ اقول ليه وليلى حترحل معي دي صعبة؟ ما صعبة لكن بس غريبة. الغريب شنو؟ يعني معقول تمشي انت؟ لا 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 ممكن اي زول تاني يا شاهيناز ويكون راجل. زي منو؟ ما عارفة غيرته لكن مشيتك انت غريبة. المسألة يا أستاذة رأيي ورأيه وأكيد واحد فينا في النهاية حيقنع التاني صح؟ والله ما عارفة يا شاهيناز. يبقى انتهينا بعد نهاية اليوم الدراسي وبعد ما ننتهي من محاضرة دكتور فيصل وبعد ما ننتهي من الشعر في الدنيا دي كله يا ستي نمشي سوا. أوكي؟ خذي يا ستي ده شنو؟ شوكولاتة. لا لا شكرا أنا عندي نبض. يا شاهيناز ده ما تستوب ده نغلي طارية متخلفة. نغلي طارية ده يعني شنو كمان؟ يعني تاكسي. تاكسي؟ تاكسي طيب ليه يعني ما أصفر؟ أصفر من جوا. يلا عالم غريب يلا. يا بنتي الكلام ده أنا ما واقع عليه في راسي. تسكنوا في بيت براكم كيف يعني؟ يا خالو البيت ده اساسا بيت اسره لو كان بيت سايكه ممكن تقول كلامك ده. وانا اعرف الاسره دي من وين؟ اسره سودانيه عاديه عندها نفس عاداتنا ونفس تقاليدنا. يا بنتي اصعب علي دي واحده. يعني شنو؟ الناس بتختلف. حس علي دي كان جاء عريس ما بنوافق له كده بالسهوله دي. يعني لازم نعرف اصله وفصله. يعني عايز اسال من الاسره دي. جميل افهم كده ان دي موافقه مبدئيه. لا لا انا ما كنت كده حتينا يا بنتي بدي امانه في رقبتي. يعني ما تتخيل انه ممكن اوافق لك بالسهوله دي. اذا ممكن توافق بعدين يا خالو انا اللي قدامك دي ماما وبابا في ابو ظبي قاعده هنا براي
كويس انه ليلى خاله موجود. عشان كده ما المفروض ترحل مننا. بتقدم لي انا خدمه. خدمه؟ خدمه شنو؟ يعني تسكن معي بدل ما انا ساكنه كده برا. بس امها ما عارفه. انت في مقام والده. قول خير يا خالو. وبعدين قبل ده كله تعالي انت شوف البيت وناس البيت. افتكر انت هنا. على شنو؟ لا لا انا ما بديك اي راي، لازم امها تعرف. يا بنتي انت صعبه خلاص. ما شديد يا خالو. ليلى عندك نبض؟ وبقر جواب طول اليوم انا لسافر الخرطوم. الله العظيم يا دوب فضيت لك يا سمعان. من قبل انت من قعدتك ديك انا مع الجداد. الله كويس لكن نافعكم. نافعنا لكن كله مغربية يا عثمان. الجداد ده عامل لي غاغة يعلم الله. الله يخلي لكم جدادكم ده. ان شاء الله. الله يا حاجة. انا عندي موضوع كان تم. الله تاكلوا الجداد يومي. الله يتم لك موضوعك يا عثمان والله يديك الف مراضة. والفين انتك وانت نيتك بيضة وسليمة. ايه حليل انت. اها. ان شاء الله خير. خير خير يا حاجة. الحقيقة يا خلا عندنا يعني واحد أخونا ترزي لكن بادي ساي بادي بلدي. أها وبعدين؟ بعدين هو ماشي الخرطوم نقال له عنده مشكلة في الطائرة الفوق. أنا قلت له شنو؟ قلت له يا موسى أعمل وصل للسير عشان كان بيقى ضاغط على الطائرة بيفتح لأن السيور مرات ذاتها مرات هيك ده. أصبر لي شوية يا عثمان يا ولدي. أنا فاطمه دي مالي ومال سيوركم وطاراتكم. انت عندك كلام تاني بدور تقوله لي؟ هاي هاي هي سامح ما تقوله طوالي يا ولدي. اها اخونا الترزي البلدي ده يعني ماشي الخرطوم. انا قلت اوصف لهم احنا الجامعه اللي بتقرا فيها ليلى هناك. قال له يعني بعد ما يمشي الخرطوم هناك ويمشي لها في الجامعه. اجي يا عثمان يا ولدي. ترزيق ده معلومة ليلى بتاع عشان يمشي لها فوق الجامعة. كان انت يعني كان نقول معليش. يا عثمان عشان انت زي اخوة يعني. ايه اخوة 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 تقول اخوة وما تقول اخوة مكتوب هو الشيكة. انا اسمي عثمان معقوق اسمها ليلى صديق. اخوان هذا ما ظلم. السلام عليكم. اهلا. انت معلقه الطرف ابن العبد دي بدايتك انا شنو؟ في الحقيقه انا سوري افتكرت ان دي زميلتي. لا معليش انا عفاف. عفاف منه؟ زميلتنا هنا في الجامعة؟ لا أنا شغالة في حتة تانية. أنت شهناز؟ أيوة أنا شهناز. أنا عفاف. أهلا يا مرحبا. بتخال زميلتكم ليلى صديق. أهلا وسهلا زي الحال. معليش ما عرفتك. أنا ما في مشكلة. طيب لو سمحتي أنا عاوزاك عاوزة أتكلم معك شوية يعني. ما عندك أي مشكلة يلا تفضل على الكافتيريا. لا معليش. لا لا أرح. يلا تفضل. طيب لا 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 من الناحيه دي اطمئني خالص. والله انا لو ما اسمها ليلى ما كنت حخلاتي بالبيت خالص. عموما هي ما حتنقطع منك. المهم انها تكون مرتاحه. لا لا ما في مشكله اعتبريها كانها في بيتهم. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب صديق السنين تجري ومن تذاعي سنفور اكفل سنفور افتح قطر يخش المحطة قطر يطلع المحطة. ما في حاجة غير القضبان القضبان هذه المكان البابور والعمر الأمر يشتت بين المنويات والكباري من العربات المنويات.
البركة وصافي الكماسة بين استلام التابلت ومقابلات المحطات والعمر يجري 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 وانت ما عارف ليلى وين، ما عارف محلها، اتزوجت ولا لا، في الجامعة ولا لا، مع أم الفقر بيك ولا لا. كانت فرصة، كانت فرصة لو سافرت لها لما رسلت لي عشان الجنسية، لكن معليش معليش يا ليلى، في سد واجب بيني وبينك، ما عارف سر شنو، ما عارف. ايوه معاك عمك منصور. هاي لك التخيلك على المقلب اللي عملته فيني يا اخي. ما ممكن يا اخي، انا ارسل 9 شاحنات للبضاعه من الصباح لغايه المساء ما تجيهم حاجه؟ لا معليش، ما في داعي للاعتذار. عليه حل بعد المساله حتكون مختلفه. البضاعه حتجيبها انت بشحناتك عشان انا ما اخسر لي 3 وجبات بتاعت عمال وعداله وسواقين، يعني حاصل فارق ساكن. لا خلاص، انت قال لي قروش انت ساكن، انت ما عارفه كويس كيف بتجيبها. طيب مع السلامة. ايه يا باشمهندس؟ يا مرحبا بي. هجيب لك شاي؟ لا شكرا، كلمت دينا قلت لي انت عاوز فيه. ايوه الحقيقة عشان انا عارف انه يعني شركتك تقبل التأخير ووقتها غالي جدا، فعشان كده حاخش لك الموضوع طوال جدا. مبروك، الف الف مبروك. انا خطبت لك شيرين بتعمك شريفة بولاتينا. خطوبة؟ اهلين. اهلين يا ندى، كيفك ليلى؟ الحمد لله بخير. بالمناسبة حفلة عيد ميلادي كانت حلوة. مرسي، لكن كنا بنتمنى تقعد شوية. معلش يا ستي، المرة الجاية. بعد سنة تاني؟ لا، ممكن تقولي يعني في عيد ميلاد رضوان. قولي في خطوبة رضوان. هو رضوان حيخطب؟ ايوه يا ستي، بابا خطب له بتاجر زميله في التجارة، لكن هو رافض. وليه رافض هو؟ لانه بابا فاهم انه رضوان من حقه يختار شريكة حياته، ولا شنو؟ فعلا يا ندى، ده مهم جدا، لانه في مزاجه زول مختلف. مينو؟ واحدة كانت في عيد ميلادي وصلت بيتهم بالعربية، وهسه أنا بتكلم معاها، ولا شنو؟ داك دكتور فيصل. ليلى، بدو إنه بالطريقة دي ما حتكون من مثل رضوان أخوي. اسماعيل. نعم. الفايل يا اخي كلمتك عنه، ما شايفه قدامي في الترابيزة. والله نسيته اساس. جيبه هسه، لانه الملف بتاع الطالبة دي فيه شهادات واشهادات خاصة من دكتور فيصل. اسمه منو يا اساس؟ ليلى. ليلى صديق بريدان. ليلى صديق بريدان. كويس حالك. أسعى عليك النبي يا قرش يا أخوي، برسل لي وجابني من البلد ومتلتني ومخلي شغلتي كلها بوراي، وجاي راكب اللوري يوم كامل.
عشان تقول لي كلامك ده؟ شوف يا اختي، قالوا الواضح ما فاضح. انا كلمتك بنتي ده تمشي تبغى في داخليه، انت موافقه؟ هاي لكن يا غرش يا اخوي انا ما مني يومي، قلت لك ليلى دي خلاها تقعد في الداخليه زيها وزي زميلاتها بنات الجامعه. انت قلت لها ليلى تقعد معك وهسع وقتين اصيله هي دار تقعد في الداخليه ماله؟ خلاص مخيرين. لا يعني هي قاعده برا فوق الداخليه دي؟ لا مع زميلتها. هينا طيب ماله وقتين مع زميلتها؟ وبعدين يا غرش يا اخوي نكلمك النصيحه ده الله، ليلى دي بعد ما صغيره خلاص الحمد لله بيت كبيره، وانا ذات والله بنتي مربيها كويس واصغر تقعد محل ما تقعد. خلاص لكن بتبالغ يا ليلى، هي عزه ده الحل الوحيد، وبعدك شحي ناس قاعده برا. مهما كانت المبررات يا ليلى ما في سبب بخليك تسيبي بيت ناس خالك. انا حاسه انه ناس خالي دي انا مكلفان فوق لطاقتهم، ده كلام ما له اي اساس. وبعدين يا ليلى كيف تقدر تقعد عزابيه؟ عزابيه شنو يا عزله؟ نحن قاعدين مع اسره والاسره دي بتعرفيها من وين؟ ليلى خليك مع ناس خالك احسن لك يا اخي. انت خايفه من شنو يا خايفه من قعدتكم براكم في وسط زي ده؟ حتى ناس الحله ممكن عليكم بشكل مختلف. اي واحده طالعه من اسره كويس ما بهم مع اي كلام يقولوه الناس لها. ليلى مجرد كلام الناس ممكن يسبب لك ازعاج، ولا انا غلطانه؟ الحصل حصل، شفت ليش هي ناس؟ يا خالتي نورا. اي يا ليلى. ما بلقى لي تفتونه فاضيه عندكم؟ دايره ستي في الكتب والمذكرات حقاتي دي. في ورا الدولاب في المطبخ. بس يا ليلى. اي يا خالتي. انا رحيلك دابت ما عاجبني. معليش اعمل شنو؟ كان على ليلى قالت تتم السنه معانا هنا. والله ظروف يا خالتي نورا. المهم يا ليلى لو احتجتي لحاجه كلميني، احتضريني زي فاطمه امي. ان شاء الله يا خالتي نورا، وان شاء الله من الاسبوع الجاي حتلقيني كل يومين ثلاثه نطه عندك. قولي من الشهر الجاي. فين ان شاء الله؟ ليه؟ لانه احتمال عفاف بنتي تاخذ اجازتها ونسافر كسلة. ان شاء الله خير. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك. لو سمحتي. نعم. ده مش البيت المؤجر فيه شاهيناز؟ آي لكن ما بيهنا. بوين؟ شفتي؟ أمشي الباب الكبير ذاك. هو ده باب ونزات يعني. الباب ده؟ آي. كويس. آي. طيب شكرا لك. منو؟ علوية؟ قرشي؟ تجالا بي كتير القلب أصبح ليها خد.